عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت لكم بواحد الموضوع اللي هو مهم جدا. غادي نعطيكم بعض الاقتراحات اللي خصكم ديروهم في الاخر ديال كل شهر هكا باش تبقاو منظمين في حياتكم في داركم، وبالتالي غادي تنقصوا عليكم بزاف ديال المسائل وبزاف ديال الاشغال. خليكم معايا باش تشوفوا تتمه الفيديو واشنو هما الوسائل والاقتراحات اللي غادي نقترح عليكم ان شاء الله. وبالنسبه اللي كتشاهد القناه لاول مره، ما تنساش تشترك في القناه بالضغط على زر سابوني الزر الاحمر وعلى الجرس كذلك باش توصل بكل جديد. وما تنساوش كذلك تشتركوا في الصفحه ديالي على الانستغرام ماما ماروكان ولا فضاء الام المغربيه. كنشارك معكم العديد من الوصفات والعديد من الاشياء اللي كنديرها في الحياه ديالي اليوميه. ودابا نخليكم مع تتمه الفيديو. اخر كل شهر كناخذ الهاتف ديالي كنقلب في الجاليري ديال لي فوتو، كنشوف الصور اللي ما عندهم حتى اهميه، ما بغيتهمش، كنسوبريمهم كنمسحهم من لا جاليري ديال لي فوتو. لي فيشي كذلك لي زابليكاسيون، كاين بعض الزابليكاسيون اللي كنكونوا تيليشارجيناهم في الهاتف ولكن كنلاحظوا باننا داك الشهر كله ما استعملناهمش نهائيا، يعني ما عندهم حتى شي اهميه. علاش غيبقاو شادين لنا لي سباس في الهاتف وكيبقى يعمر التليفون كيعمر التليفون حتى حتى ما كيبقاش مازال فين نزيدو حتى حاجه؟ داكشي علاش في اخر كل شهر كننظفوا الهاتف كما كنقولوا، كنحيدوا داكشي اللي ما عندنا به حتى غرض، وهكا كنربحوا لي سباس في الهاتف ديالنا. هانتوما كيما كتشوفوا هنا في الهاتف كيعطيني هذا الميساج هذا ملي كنبغي نصور بان ما بقاش عندي لي سباس نحيد داكشي اللي ما عنده حتى اهميه. المهم كنقلب على لي زابليكاسيون كيما كتشوفوا اللي ما بقيتش كنستعمل كنسوبريميهم، كنمشي كذلك للغاليري كنحيد كنسوبريمي كاع هاد لي فوتو ولا لي كابتور وداكشي اللي عندي اللي ما بقيتش ما محتاجاش وما عندي ما ندير به، كلو كنسوبريميه باش نربح اسباس كتر. بين الامور كذلك اللي كندير مثلا في الشهر الماجي كنشوف اشنو عندي، واش عندي بعض المواعيد، مثلا عندي موعد مع الطبيب يعني نقدر ننسى داك الموعد، انا بصراحه كنسى بزاف داكشي. علاش كندير في الهاتف ديالي هاد المواعيد ولا شي حاجه بغيت نديرها ولا خصني نمشي لشي بلاصه ولا لي فاكسان ديال بناتي، هاد المسائل كامله كنحددها شهر قبل، يعني في الاخر ديال هاد الشهر مثلا كنحدد هادوك المواعيد كنجي لهاد لابليكاسيون اللي كاينه في الهواتف كامله، كنجي كنمشي للكالندريي، كنجي للكالندريي كما كتشوفوا مثلا هنا حنا في سبتمبر انا غادي نمشي لاكتوبر مثلا، غادي ندير عندي موعد مع الطبيب، غادي نمشي للدونتيست ان شاء الله، غادي نحدد هذاك النهار مثلا انا غادي نمشي نهار ثلاث، خصني كنحدد انا نهار قبل مثلا نهار اثنين في الليل كيصوني ليا الهاتف كيعطيني داك التنبيه ولا داك الموعد كيقول مثلا راه عندك غدا موعد مع الطبيب. هكا كنتفكر راه بنادم كاين بصراحه، هكا الا نسيت كنعاود نتفكر المساله هذه. المهم شنو كدير؟ كنمشي عفوا من الكالندري كنجي هنا لهاد بلوس نيو يعني ايفينمون جديد، كنجي كنقيد مثلا هنا رونديفو ميدسان هنا المكان كنتمنى يكون واضح هنا، واش غادي ندير هاد لو رابيل ولا هاد الغابيل واش نهار كامل واش نهار قبل ولا، وكتحددي كذلك الساعة اللي بغيتي يصوني فيه التليفون هكا باش يعلمك. مثلا انا غادي ندير توقيت اللي بغيتي يعلمني فيه، هنا كتحددي الايام مثلا واش نهار قبل ولا يومين قبل على حسب نتيا شنو بغيتي. مثلا غادي ندير نهار قبل والوقت اللي غادي يصوني ليا فيه الهاتف، فغنحدد مثلا كنبغي يصوني ليا مثلا مع الليل ديال مثلا مع 9:30 ولا 10:30 صافي، ما كيبقاش مازال يعاود المهم داك لو رابيل من 9:30 وصافي. يعني بغيتي تزيدي شي حوايج اخرين كتزيديهم،
وصافي كيبقى داك لو رونديفو ها هو مقيد هنا رونديفو ميدسان الوقت اللي بغيت. كان يعني النهار اللي غادي يكون عندي فيه الموعد كيصوني ليا فيه التليفون وكيعلمني. يعني هاد المساله هادي يعني عمليه بزاف، خصوصا بالنسبه للناس اللي كينساو بزاف بحالي، كتفيدنا بزاف. ثالث حاجه وهي كنظمو البلاكار ديالنا، كنظمو الحوايج ديالنا ضروري كيدوز الشهر ما تلقاي الروينه في البلاكار. داكشي علاش كنقادو حويجاتنا، الحوايج اللي ما بقيناش ما لبسناهمش كاع داك الشهر ولاحظنا انهم ما بقيناش باغينهم نحيدوهم. الحوايج اللي بانوا لينا ما لبسناهمش ما شفناهمش، يا اما كيكونوا مخبيين، راكم عارفين ملي كيطرو البلاكار ما كيبقى يبان لكم حتى حاجه. يعني داكشي من الاحسن نظمو حويجاتنا كل شهر، وهكا كيبقاو يبانوا لينا الحوايج وكنعرفوا شنو بغينا نلبسو وكل شيء. وكذلك من بين الامور اللي كندير كل اخر شهر كنشوف المواد الغذائيه اللي كان الشهريه اللي كنشري كل شهر، كنشوف اللي سالت ليا واللي مازال، وكناخذ واحد لا ليست يعني في الاجنده ديالي ولا في شي ابليكاسيون في الهاتف. ان شاء الله الا بغيتو نبارطاجي معكم بعض لي زابليكاسيون اللي كيبغي يعني ديما يكون عنده داكشي في التليفون، حتى هاد لي زابليكاسيون كاينين. المهم كنقيد المواد الغذائيه اللي سالات اللي خصني نعاود نشريها. مثلا هنا عندي السكر سالا، دونك هنا كنقيد باش نعاود نجيب كاع التقضيه اللي خاصاني ودوك المسائل باش نبقى هانيه في الشهر الماجي، ما نبقاش مبرزطه حتى كتسالي الحاجات كتمشي تقلبي عليها تمشي تشريها من الاول، وهكا كتنظمي كذلك المصروف ديالك. ومن بعد بطبيعه الحال ملي كتقضي التقضيه ديالك ثاني كتنظميها على تيسير وكلشي كيبقى عندك واجد. التقضيه ديال الشهر ديالك كامله بحال السكر اتاي الدقيق هاد المسائل ما غاديش تبقاي تشريهم كل اسبوع ولا كل نهار، كتبقى مثلا بحال الخضار هكا كنشريوهم مره في الاسبوع ولا مره في 15 يوم على حسب الاحتياجات ديالنا. وبحال هاد الامور هاد اللي ديكم يعني مره في الشهر كافيين باش تتغداو الحاجيات ديالكم. من بين الامور كذلك كندير التنظيف العميق للبيت كله، يعني هنا كنمسح هاد الطريات مره في الشهر ضروري كنمسحهم، كيكونوا فيهم كما كتعرفوا الغبار ضروري ما كيتصبروا، داكشي علاش مره في الشهر ضروري ندوزو عليهم. هكا بالنسبه لطريقه التنظيف ديال الطريات راني كنت ديجا حطيت لكم فيديو فيه الطريقه. المهم كما كتشوفوا التنظيف العميق لجميع ارجاء البيت، كنمسح الحيوطه الزليج النوافذ كلشي هكا باش تبقى عندي الدار نقيه وما نبقاش مبرزطه. وعلى فكره هادشي راه ما كنديروش في نهار واحد، ضروري كنقسم كندير واحد البرنامج باش ما نعياش دغيا. كنقسم الاشغال ديالي، مره غادي نخمل فيها الصلاه، مره غادي نخمل فيه بيت الناس، مره المهم هكا دائما باش ما نحسوش بالعياء. هذا هو المهم من هاد البرنامج هذا ومن هاد الامور هذه اللي خصنا نديروها شهريا. كنمشي كذلك على الانترنت كنقلب على وصفات جداد، هكا كنعرف كذلك شنو خصني نشري المشتريات ديالي والنوع كذلك في الوجبات ديالي ونكتشف وجبات ونجربهم، هكا كيعجبني الحال اكثر بصراحه. كذلك ما كيبقاش داك الروتين والنمطيه في الوجبات الغذائيه. وعلاش لا نديرو واحد الجدول اللي نحددو فيه كاع جميع الوجبات والاكلات اللي نديرو. وحاجه اخرى بغيت ناكد عليها حتى هي اللي كنديرها شخصيا مره في اخر الشهر ولا بدايه كل شهر، وهي كناخذ البزطام ديالي. كما كتعرفوا دابا كتمشي تقداي شي حاجه كيعطيوك شي فاكتور كتخشيها هنا في البزطام، كتعمري البزطام بلا فايده. كما كنشوفوا انا شحال ديال الوراق هنا ما عندهم حتى اهميه، ها الا مشيت لشي بلاصه تقدي في داك التيكي كيبقى شحال ديال الوراق. المهم ضروري كل وحده فيكم غادي تلقاها مجمعه شحال ديال الوراق، حتى هما نحيدوهم من البزطام. يعني داكشي كلشي اللي ما عنده حتى شي امين بطبيعه الحال، الا كانوا شي اوراق مهمين راه حنا نعاودو نخبيهم ونديروهم في شي بلاصه اللي امنه
وهكا كتخوي المحفظه ديالك وما كيبقاش فيها بزاف ديال المسائل اللي ما عندها حتى اهميه. وهادو هما الوصفات والاقتراحات اللي بغيت نقول لكم. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وكنشكركم بزاف على المتابعه. وما تنساوش تخليو ليا في التعليق الامور اللي كديروا حتى نتوما. وكنشكركم مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.